السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا يا جماعة امبارح نزلنا فيديو عن الوحدة بتاعت المجلس مجر اللي هي قلنا بتحسن لي في أداء النواة بتاعت الجهاز وذاكرة الوصول العشوائي بتحسن لي من اللعب في الألعاب بتاعت الإنترنت حتى بجي بالذات قلنا مخصصة للكلام ده كويس وتكلمنا عن الفيديو كويس لكن مسحت الفيديو لأنه في نقاط كده أنا ذكرتها في التعليق كنت ما ذكرتها في الفيديو وفي ناس بعض المرات بتعمل لهم حبة مشاكل كويس طبعا يا جماعه الوحده دي هي المطور قال هي بتشتغل مع كل الاجهزه تمام انت لو في جهازك ما او عمل لك مشكله كويس ما معناها انه الوحده هي كعبه كويس هو قال جربها في اجهزه كثيره وما اشتغلت معه تمام انا في التعليقات في دول قال لي الوحده دي عملت لي مشكله واضطر انه يعمل سوفت في الجهاز اللي هو اللي هو النوت 10 تمام او الاس 10 كويس قال عملت لي مشكله كويس طبعا يا جماعه الوحدات عامه انت لو بتشتغل بموضوع الروت وعندك وحدات ما كل الوحدات تضبط مع كل الاجهزه تمام عشان كده انت لو عندك ريكفري معدل حاول اعمل نسخه احتياطيه تمام وبالذات بتاعت البوت عشان الجهاز بتاعك لو علق لازم تعمل نسخه احتياطيه تمام انا ذاتي قبل فتره نزلت ملف بتاع اللي مل هو بتاع وحده وعمل لي مشكله في الرام اضطريت انه انا الغي المجلس مانجر واثبته عشان ما افقد بيان يعني المشاكل حاجه دي عشان كده لازم تعمل نسخه احتياطيه كويس نرجع لموضوعنا اللي هي قلنا الوحده اللي هي احنا نزلناها كويس اللي هي قلنا بتاعت ان اف سي كويس الوحده دي قلنا بتعزز النواه وبتعزز الاداء بتاع الجهاز كويس وقلنا بتزيد ال ان اف سي كويس وبتحسن من اداء الرام كويس وبتخلي توفر البطاريه ليك عشان تقدر تشتغل لها فتره شنو اطول <تصفيق> <تصفيق> كويس طبعا انا كالعاده خدت لك الرابط بتاع الموقع بتاع الادب بتاع المطور عشان لو في اي اضافات او اي كلام قالوا او في ذول علق حاجه تخش الموقع اول تشوف الحاصل شنو كله تمام ده الموقع بتاعي بتاع المطور تشوف الحاصل كله قبل ما تثبت الوحده طبعا عامه نحن احنا قلنا من جوجل كروم تدوس ثلاثه نقاط كويس وتمشي ليه الترجمه وتقوم تترجم اللغه اللي انت دايره حسب الحاجه اللي انت بتعرفها تمام بعد كده تقرا على مزاج قبال ما الوحده اداك اجهزه قبل كده اللي هو فعل فيها الوحده واشتغلت تمام جربها في اجهزه كثيره جدا طبعا ده الاصدار الرابع منه كويس وفي نفس الموقع بتاع المطور حتلقى رابطين للنسخه المستقره ولو في نسخه نزل جديده حيحطها لك في نفس الموقع تمام كويس انا طبعا نزلت لك الرابط بتاع الوحده طوالي مباشره في اسفل الوصف وحاخد لك الموقع بتاع المطور ذاته بتاع المطورين اللي هو فوق المطور وفوق الكلام كله عشان لو في اي تحديث نزل هتنزل لك هتخش المطور هتلقي الكلام كله اللي انت دايره تمام كويس انا الوحده طبعا بخش المجلس مانجر كويس وانا اصلا طبعا ثبتت الوحده كويس عشان ما في زول يقول لك هي ما شغاله معي عندي هنا مفعله اللي هو ان اف سي انجكتر تمام كويس طبعا انت عامه بعد ما تنزله هتكون خطيها في ملف معين اذا كان في الداونلود او اي حته هتخش طبعا اللي هو وهتفتشه كويس وهتقوم تثبت الوحدة بتاعتك تمام كويس آه. عندي هلا طبعا تقوم تثبت عادي طبعا انا ثبتها قبل كده تمام كويس بعد ما قمت تثبت الوحدة دي تمام؟ كويس طبعا انت وقت تمشي في الوحدات كويس حتلقى اصلا هي ظاهرة لو ما ظهرت معك هنا معنا اصلا هي ما ثبتت تمام بعد ما تقوم تعمل اعادة بتاع تشغيل الجهاز كويس ما تشغل الجهاز طوالي بعد ما تعمل على تشغيل ما طوالي تشتغل به لانه ما على طوالي محتاجه زي دقيقتين ثلاثه اربعه لحد خمسه دقائق كويس عشان في ملف بتاع ال NFC حيقوم يثبت ليك في الجهاز تمام في الفولدرات كويس حتعرف كيف انه الوحده دي تفعلت او الملف ده نزل كويس لازم يكون عندك المتصفح بتاع الاكسبلورر تمام بتاع الجزر لازم بتاع الجزر تمام حتخش في السيستم اللي هو اللي عنده علاقه بالجزر كويس حتمشي ملف اسمه الداتا تمام من الدات ليك عن فولدر اسمه NFC. تمام حتلقاه هندهالي انا عندي ظهر لي تضغط عليه حتجيك الملفات كلها بتاعت الوحده اللي انت ثبتها تمام حخش هنا في الملف ده اول ملف ثاني ملف شفتها كل الملفات منزله عندي حتخش اللي هو NFC اف سي لوج خشينا عليه تمام دي هنا تفاصيل الوحده كلها بالجهاز اللي والكلام كله تمام هتنزل لحد ما هتلقى في كلمة معينة أنا دائرة هتعرف إن الوحدة دي اتثبتت تمام عندي هنا كويس سكسس تمام هنا قال لي إن إف إنجين تشيك عندي هنا قال معناها مفعلة عندي تمام الملف ده هتلقاه قلنا في السيستم هتخش في الداتا حتفتش الفولدر بتاعك اللي هو ان اف سي حتلقى الملفات دي كلها نازله اذا نزلت معاك معناها الوحده اتفعلت تمام كويس حابب تعدل ما هي نزلت عندك يلا حتفعلها لي كيف حتنزل التطبيق ده انا هحطه لك في الوصف تمام اسمه اللي هو ان اف سي تمام مانجر ده اللي انت بتضبط بيه الوحده بتاعتك تمام انا طبعا امبارح التطبيق ما لقيته لقيته اللي الليل عشان كده قمت عملت مسحت الفيديو تمام اول خيار عندك اللي هو الجيمين تمام ان اف سي مود الوضع بتاعه انت داير تحط الوضع بتاعه شنو تختار داير اللي هو بالانس اللي هو حاجه متساويه ولا داير الترا ولا داير بتاع جيمين ولا الحفاظ على البطاريه طبعا ممكن تضغط على الجيمين بعض مرات بيجيك تحذير تمام لانه استهلاك عادي البالانس ده معناه حاجه متساويه الترا وضعي عادي وضع الالعاب برضه وضعي شنو عادي لا تخط في الوضع بتاع البطاريه ممكن تخط كويس وحدة المعالجة هنا عندك ثلاث خيارات داير مساحة ولا دائرة تكون تفاعلية في الوسط ولا دائرة آخر وحدة اللي هي آخر خيار ده اللي هو بتاع الأداء يعني الشغل بتاع ليه يعني تقدر تلعب به هتختار آخر حاجة لو أنت داير تلعب كويس داير تفاعل تختاره في الوسط إذا أنت ما عندك به شغل لو داير مساحة تكون في الجهاز في المعالج عشان ما تهلك المعالج تختار أول خيار كويس هنمشي هنا في الخيار الثاني، الثالث بتاعي، سوري الجهاز قفل، آه الخيار الثالث هنا متى عندك بعد كده نوب ولا دايره سي اف كيو؟ طبعا احنا هنختار الوحده هتجرب الاثنين اللي هو الجدول بتاعك، انا طبعا اخترت الفوق اللي هو النوب، كويس، ثاني هنا قال لي الوضع بتاع الانترنت اللي هو الدي ان اس، الوضع بتاعه اللي هو بتاع جوجل بتاع السرعه. كويس ده طبعا انت لو فعلته بي يعني مخليك انه في الموضوع بتاع البث بتاع الالعاب بيكون كويس تختار اي واحدة من ديل الموجوده عندك بينفع معك في واحد سريع في واحد الوضع بتاع الحامي كويس في الوضع بتاع جوجل كويس الـ يعني انت تختار أي واحد من ديل لو طبعا انا موقف كويس طبعا مع خيارات دي كلها ما في لها داعي بعد ما تضبط الكلام ده كويس تقوم تعمل تدوس في السهم هنا تعمل اعاده بتاع شنو بتاعة تشغيل للروبوت نورمال معناها اعاده تشغيل طوالي ريكفري معناها تسحب ليش نوضع على الريكفري البوتلودر معناها تمشي البوتلودر تمام تعمل على تشغيل كويس معناها كده الضبط اللي انت عملته في التطبيق يتفعل كويس انا داير اعرف انه الوحده دي الاداء بتاعها اثر في الجهاز ولا ما اثر طوال حاخد لك تطبيق ثاني اللي هو 64 كويس حيديك اللي هو تفاصيل الجهاز حتخش في السي بي يو كويس هتشوف هنا بعد كده شنو اللي هو المعالج بتاعك عندك طبعا 8 انوية هتلاحظ بتاع الاداء بتاع ماشي كيف انت إيه ثبت التطبيق ده قبل ما تثبت الوحدة وشوف الاداء بتاع المعالج بتاعك وبعد ما تثبت الوحدة كويس شوفوا برضه في التطبيق هتلقى فيه اختلاف ولا ما في اختلاف في الوحدة بتاعت المعالج هل حصل لها تغيير ولا ما حصل لها شنو تغيير طبعا ده الوحده اللي هو 24 التطبيق ده حاخده لك عشان اوريك الفرق اللي حصل لك في المعادله شنو تمام اذا انا هاخدت لك الوحده وهاخد لك اللي هو التطبيق اللي بيخليك تتحكم في الوحده بتاعتك تمام اللي هو قلنا ان اف سي مانجر هتحكم فيه وحسب الوضع اللي انت دايره زي ما قلنا هسي بعد ما عملت الوضع اللي انت دايره تعمل اعاده بتاع تشغيل كويس وبعد كده تجرب الجهاز وحاول تشتغل بيه طبعا التطبيق ده فيه في وضع انه الاطارات تكون مستقره ويرفع لك في الاداء بتاع الجهاز وكده الوحده طبعا جميله جدا كويس لكن في حاجه طبعا الوحده دي يا جماعه بتتعارض مع واحده مع بعض الوحدات تمام لاحظت انا هنا في وحده قمت اعمل لها تعطيل اللي هو الجي بي يو تيربو بوست دي عمل تعطيل لانها بتتعارض مع شنو؟ بتتعارض مع الوحده اللي انا نزلتها هسه لان الاثنين بيحسنوا من المعالج تمام ولانه برضه الجي بي يو تيربو هي برضه بتتعارض مع شنو؟ مع اللي هي الوحده الاخيره اللي عندي هنا الليفو جي بي يو تمام دي برضه بتتعارض معاه يعني انت ايش شغل... اذا ما نزلت الوحده الهسي اللي عندي انا شغال بعدي وانت منزل التيربو ولا منزل دي الاثنين ما بيشتغلوا مع بعض لازم توقف واحده فيهم كويس يا تشغل التيربو كويس اللي هي الوحده دي كويس ولا تقوم تشغل شنو تشغل الوحده دي لانه الاثنين عندهم علاقه بالمعالج عشان ما تحصل لك نوع من التضارب لكن لو ثبتت هسي حاليا الوحده الانس بتكلم لك عنها دي حتوقف الاثنين سوا تمام هتوقف الوحدتين سوا وهشغل الوحده اللي انا شغال فيها هسه دي انا نزلت عليك السيد كويس وبعد كده شوف الاداء لو وقت لو عمل لك اختلاف كبير جدا اشتغل بها. ما عمل لك اختلاف جدا لقيت ان الوحدات القديمه عندك شغاله تمام اوكي ما في اي مشكله تمام جرب وريني في التعليقات وتاني بقول لك الوحدات هو المطور قال هي بتشتغل لكن ما معناه انه حتشتغل في جهازك تمام ممكن تعمل لك برضه مشكله في الجهاز يعني انت عامل ريكفري لازم تعمل ريكفري في الجهاز بتاعك لو انت بتستخدم وحدات لانه في وحدات حتخرب لك جهازك بعض مرات هي تجربه بعض مرات يا ظبطت معك يا ما ظبطت معك تمام يعني انا في وحده بتظبط معي ما بتظبط معك انت في وحده بتظبط مع غيري وما حتظبط معي انا تمام هي عباره عن تجربه كويس وانت شوف اللي بيحصل لك شنو ووريني الكلام ده في التعليقات لو في اي كلام اكتب لي في التعليقات انا لو في اي اضافه جابوها جديده او في حاجه حصلت في الوحده حقوم اكتبها لك في التعليقات تحت عشان كده ضروري تشوف شنو تشوف التعليقات كده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو طبعا اتكلمنا كتير كويس لكن لو انت حصلت للمرحله دي معناه انت متابع جيد جدا للقناه بتاعتنا كويس ما تنسى تفعل الجرس وتدوس اللايك ولو في حاجه اكتب لي في التعليقات انا برد عليك طوالي كويس وما تنسى الاشتراك في القناه والسلام عليكم